والآن مشاهدينا الكرام ننتقل معكم إلى الزميل عبدالله الحسيني ليطلعنا على مستجدات الساحة الثقافية. أهلا بكم في النشرة الثقافية. شهدت مملكة البحرين فعاليات الدورة 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وحفل تسليم جائزة الدانا للدراما وحفل تسليم جوائز الأشرعة الخاصة بالمسابقات الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الرقمي والأفلام بالقطاعين العام والخاص والأفراد. ويمثل المهرجان فرصة لتعزيز التواصل الثقافي بين دول الخليج العربي من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المبدعين والإعلاميين. كما أتاح المهرجان للجمهور فرصة لمشاهدة أفضل الأعمال الإذاعية والتلفزيونية من مختلف دول الخليج. الفرحة ما تتخيلين إيش كثر مساعدتنا وإحنا نستقبل ضيوفنا من كل الخليج ومن أيضا الوطن العربي. اليوم ما نقول في منظم في إداري في هذا المهرجان، اليوم نقول إحنا كل أهل البحرين نستقبل هالضيوف الغاليين على قلبنا، وإذا ما شالتهم الأرض نشيلهم في عيوننا فوق راسنا. سعيد بهذا المهرجان، مهرجان الاذاعه والتلفزيون جايزه الدانا، واتمنى ان ايامكم كلها تبقى احتفالات واعياد ان شاء الله ومهرجانات فنيه. عرس فني، عرس درامي، عرس نتشوق احنا كل سنتين احنا نحضر مثل هذه اللقاءات، لانها فعلا يعني تجمع قلوبنا وتجمع محبتنا وتجمع اعمالنا اللي ما شفناه من زمان نشوفه من مخرجين من منتجين من ممثلين، فاكيد له وقع كبير في القلب هذا المهرجان، ويشكر عليه صراحه يعني القائمين على مهرجان اذاعه جهاز اذاعه وتلفزيون للخليج على هذا التنظيم الرائع، يعطيهم الف عافيه. طبعا انا وايد سعيد بين اهلي، يعني مملكه البحرين هذول كلهم اهلي احبهم وايد، وانا بدايتي كانت في البحرين، مسرحياتي مسلسلاتي، يعني اول عمل اشتغلته برا الكويت كانت البحرين، فيعني البحرين لها حب خاص في قلبي. طبعا انا وايد مستانس ان انا موجود في مهرجان اذاعه والتلفزيون، ولاول مره في جائزه الدانا حق الفنانين، فهذا شيء وايد حلو. البحرين العين والقلب، البحرين الحبيبة، الله يبارك لكم وديمها عليكم من أفراح منعها، إن شاء الله من زوال يا ربي كل أيامكم فرح وسلام. أنا دائما أقول أنا كويتي وشم ريحة البحرين، رئتي في الكويت والهواء اللي أشمه في البحرين. الله يسلمكم، الله يحفظ لكم مملكة البحرين وملكها وشعبها الطيبين الحلوين اللي الواحد لما يجبل على البحرين ينشرح قلبه. نعم والله. استضاف متحف البحرين الوطني المهرجان السينمائي الأول للأفلام الماليزية، وذلك بمناسبة الذكرى 50 على انطلاقة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، وبتنظيم من السفارة الماليزية لدى مملكة البحرين، وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار وهيئة تنمية صناعة السينما الوطنية الماليزية. وقدم المهرجان للجمهور 3 أفلام تتناول مواضيع مختلفة: التوعية بالتوحد وكرة القدم والرسوم المتحركة. وتعتبر الأفلام التي تم عرضها من أفضل ما أنتجته السينما الماليزية والحائزة على جوائز دولية، بما فيها جائزة أفضل فيلم قصير وأفضل فيلم دولي وأفضل أغنية أصلية. افتتحت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية ممثلة بالجمعية العمانية للفنون معرض الخط العربي والزخرفة الإسلامية الذي يحمل عنوان حبر، ويستمر حتى 5 من شهر يونيو، وذلك بمقر الجمعية العمانية للفنون بمحافظة مسقط. كما أشاد سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب راعي حفل افتتاح المعرض بالمواهب العمانية الفريدة في مجال الخط العربي والزخرفة الإسلامية، مثمنا جهود العاملين على تنظيم المعرض والشباب المشاركين فيه. ويأتي تنظيم هذا المعرض بهدف نشر ثقافة الخط العربي بجماله وأصالته وعراقته، والتعريف بالأنواع المختلفة للخطوط، وإبراز الخطاطين الشباب في المجتمع، وتمكينهم من إبراز مواهبهم وعرض أعمالهم.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة دخلت لوحة ليوا المعلم السياحي الذي يحمل اسم مدينة ليوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول لوحة في العالم. نفذت اللوحة التي يبلغ ارتفاعها 221 مترا وتزن 49 طنا بلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، لتكون إضافة جمالية تسهم في تعزيز القطاع السياحي في الظفرة. ويعد المعلم إضافة جديدة إلى المعالم السياحية التي تتميز بها منطقة الظفرة، حيث يقع على أعلى تل يبلغ ارتفاعه 197 متر عن سطح البحر، لا سيما أنه يحمل اسم مدينة ليوا التي تزخر بالقلاع والحصون والمعالم الأثرية والموروث الثقافي المتنوع. وفي المملكة العربية السعودية نظمت هيئة فنون الطهي معرضا متنقلا عن الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية على مدى 5 أيام بمتنزه غابة رغدان ومتنزه الأمير مشاري في الباحة، حيث تم تقديم شرحا عمليا عن الأطباق الوطنية الرئيسية مثل الجريش وحلوى المكشوش لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى تقديم عروض للطهي وتحضير الأطباق وتذوقها. ويأتي المعرض المتنقل في إطار تعريف أفراد المجتمع بالأطباق الوطنية الرئيسية وارتباطها الوثيق بهوية المملكة والموائد السعودية عبر التاريخ. شهدت عاصمة الشمال اللبناني طرابلس حدثا ثقافيا بارزا تمثل بإعلانها عاصمة للثقافة العربية لعام 2024، من حيث غناها بالأثار المملوكة واحتضانها بالتراث العماني والفرنسي وغيره، ما أكسبها كنزا حضاريا وجعلها أيقونة للفن والجمال وعاصمة للعلم والعلماء.